حديث التالي. نعم، وعن أبي سرعة سروعة سلمة بن الحارث، سروعة سروعة وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعت ولا أخبرتيني ولا لا. فركب نعم، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم، إذا هذا فيما يتعلق بالفروج. دائما القاعدة فيما يتعلق بالفروج حلال وحرام أننا نعمل بالأحوط، فنبتعد عن هذا الزواج، وليس بناء على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة تختلف عن قاعدة الزواج والفروج. الأصل في الفروج الحرمة، وهذا شيء عسر يخيف، لأنك تتفاجأ بعد فترة أن هذه أختك أو عمتك أو خالتك، وكان قد قيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الترك، كيف وقد قيل، ما دام في شيء مخيف فنعمل الأصل وهو البعد.